مهام وظيفية في ظل ظرف عصيب يمر به البلد ومسؤولية والتزام ليس لها علاقة بأي عطل رسمية تعلن عنها الحكومة العراقية، وواجب مثمن من قبل قواتنا الأمنية. والشاب فؤاد المنتسب في جهاز الأمن الداخلي يحظى بمقبولية واحترام كل زملائه لإخلاصه وجده في العمل. لكن الحكاية لا تنتهي لهذا الشاب متى ما حان نزوله لأسرته في يوم استراحته، فهناك عمل آخر نذر به الوقت والجهد لخدمة الناس. بعد انتهاء الواجب الوظيفي تبدأ مرحلة العمل الطوعي، ساعات وعمل وجهد طويل برفقة الهدوء والسكون للمحال المغلقة وسط فرض حظر التجوال، لتكون المخرجات هي كمامات يقوم فؤاد بتصنيعها ويوزعها مجانا، محاولة منه لكسر شح وجودها في المذاخر والصيدليات. ليتحدث فؤاد والذي يسكن في قضاء عفك التابع لمحافظة الديوانية على أنه استثمر خبرته في مجال الخياطة ليسعف من يريد الحصول على أهم إجراء وقائي وهو الكمامة، ليقوم بخياطة العديد منها طوعا ويقوم بتوزيعها لمن شملهم الاستثناء من حظر التجوال في ممارسة أعمالهم بعد تجهيزه بالقماش الطبي من قبل الجانب الصحي. أنا الدوام بين يوم ويوم، يوم أخلصه بالدوام على واجبي ويوم استراحتي أجبي للمحل هنا أشتغل. قمت قلت الكمامات في الصيدليات والمظاخر الجوية، قمت أنا هنا أشتغل زودون الصحة بالقماش من أخلصين أوزيح لأصحاب المحال مثل المخبز اليمي أهل اللحوم الدجاج أنا أوزعنا عليهم. طيب يوم الاستراحة هذا أكيد عائلتك إنه تحتاج من عندك؟ والله عايفة عائلتي، يعني رغم هاي أنا أروح لهم وأرجع النهار كله هنا بس بالليل يمهم وبالنهار ناب المحل. انا ارتاح يعني من اشوف ان واحد ما عنده وانطي او ما موجود شيء بالصيدليه وانا اقدر عليه وقادر عليه انا اسوي واسوي. هذا المشهد وغيره وجد ترحيبا وتثمين على مشهود فؤاد المجاني الذي يقدمه لهما. الله بالخير. الله بالخير والعافيه. شلونك عمي؟ شلونك عمي؟ ان شاء الله. شلونك الله يسلمك. خوش مبادره اليوم سويت مال الله يسلمك عمي وعافيه ورحمه الله وبركاته. ممنون. بين واجب أمني وآخر طوعي يمثل فؤاد نموذجا حقيقيا للمنتسب العراقي الذي يحاول تقديم خدماته في ميدان المسؤولية مرة وفي الجانب المجتمعي مرة أخرى. من الديوانية محمد حسن، قناة التغيير.